أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من هواية الفلك في 10 دقائق. سوف نتحدث في هذه الحلقة عن ما هي الألوان الحقيقية للفضاء والكون. للتحدث عن الألوان التي يمكن للعين المجردة رؤيتها، يجب علينا أن نتطرق إلى عملية النظر وإلى تفاصيل الشبكية للعين. تتكون الشبكية من مستلمات ضوئية تتكون من نوعين رئيسيين تسمى بالمخاريط والأعمدة. المخاريط تقوم باستلام الألوان الثلاثة الرئيسية وهي الأزرق والأخضر والأحمر، بينما ويكون هذا عادة في عملية النظر أو الرؤية النهارية. أما بالنسبة للرؤية الليلية فإن العين تقوم باستخدام المتحسسات الضوئية المسماة بالأعمدة أو القضبان أو الراد. تقوم العين بالتكيف عند حلول الليل لعملية النظر الليلي، وتكون عادة الرؤية الليلية بانعدام وجود الضياء عادة باللون الأبيض والأسود، حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز الألوان عند الرؤية الليلية. ولهذا فعندما يقوم الناظر بالنظر في تلسكوب ليلا تكون العين قد تكيفت لعملية الرؤية الليلية، لا تستطيع العين رؤية الكثير من الألوان خاصة عند النظر إلى المجرات البعيدة والخافتة. أما إذا نظرنا إلى الكواكب مثل المشتري فإن هناك الكثير من الضياء القادمة من المشتري، فلذلك نستطيع تمييز بعض الألوان. إن عدم إمكانية رؤية تفاصيل المجرات بالألوان عند الرؤية والنظر إليها باستخدام التلسكوب لا يعني أنها لا تحتوي على ألوان، وإنما يعني أن العين لا تستطيع رؤية هذه الألوان لأسباب رئيسية، والتي هي الرؤية الليلية والتي تستخدم فيها العين الأعمدة للنظر والتي هي تقوم بالتمييز بين الأبيض والأسود فقط. والسبب الثاني هو خفوت الضوء المنبعث من هذه المجرات والسدم. النقطة الثانية التقاط الصور للأجرام السماوية يكون عادة باستخدام متحسسات الكاميرا من نوعين رئيسيين: Colored Camera Sensors والMonochrome Camera Sensors. Colored المتحسسات الكاميرات الملونة، حيث يتكون المتحسس من أجزاء صغيرة، ولو قمنا بالنظر إلى الجزء الصغير من المتحسس الذي يقوم باستلام الضياء وتحليلها فإنه مقسم إلى 3 أقسام. يقوم كل قسم باستلام طول موجي معين من الضياء، جزء منه يقوم باستلام اللون الأزرق، جزء يقوم باستلام اللون الأخضر، وجزء يقوم باستلام اللون الأحمر. عند سقوط ضوء أخضر على هذه المناطق الثلاثة فإن الجزء المسؤول عن اللون الأخضر فقط سوف يقوم باستلام إشارة، أما الأجزاء التي تحتوي على اللون الأحمر والأزرق في المتحسس فإنها سوف لا تسجل إشارة. ولذلك فإن الكاميرا الملونة تقوم بالتقاط إشارة أضعف من المونوكروم كاميرا. أما بالنسبة للمونوكروم كاميرا أو الكاميرا الأبيض والأسود فإن كل أجزاء المتحسس تقوم باستلام الإشارة لكل لون، وبذلك فإننا نقوم على الأقل بزيادة نسبة الإشارة بمقدار 3 أضعاف. ولذلك فإن الكاميرات المونوكروم أو أحادية اللون تتميز باستلامها لإشارة أكبر وتفاصيل أدق. النقطة الثالثة الفلاتر الفلكية. يقوم الفلكيون باستخدام أنواع كثيرة من الفلاتر، بعضها مخصص للكاميرات الملونة والبعض الآخر مخصص كاميرات الأبيض والأسود أو المونوكروم. بالنسبة للكاميرات الملونة ممكن استخدام فلاتر التي تقوم بحجب ضياء المدينة أو ما تسمى بالـ CLS filters أو City Light Suppression filters، حيث تقوم هذه الفلاتر بعزل الضياء الناتج عن الأضواء في الشوارع أو أضواء المدينة، وبذلك بتقليل التشويش الناتج عن التلوث الضوئي، وذلك يستطيع الراصد في المدينة من التصوير الفلكي بمقدار أقل من التشويش. تنقسم الفلاتر إلى نوعين رئيسيين: البرود باند فلترز والنارو باند فلترز. لو قمنا بتحليل الطيف الضوئي حسب الطول الموجي للموجات الضوئية، ينقسم الضوء المرئي حسب الطول الموجي إلى الأزرق الأخضر والأحمر. عند طول الموجات تتراوح بين 350 نانومتر إلى 700 نانومتر. يتم استخدام الفلاتر الأحمر والأخضر والأزرق مع الكاميرات الأبيض والأسود
لالتقاط الإشارات الضوئية حسب الألوان، وثم يتم تجميع هذه الإشارات الضوئية باستخدام برامج الكمبيوتر للحصول على الصورة النهائية. تستخدم عادة البرودباند فلترز في عمليات التصوير في المناطق ذات التلوث الضوئي القليل، حيث يمكننا الحصول على صورة طبيعية ذات ألوان طبيعية للأجرام السماوية باستخدام البرودباند فلترز. أما النارو باند فلترز فهي أنواع من الفلاتر التي تقوم بالتقاط إشارة معينة لعناصر معينة تبعث الضياء ضمن طول موجي ضيق ومعين. الفلاتر الأكثر استخداما في النارو باند فلترز هي الهيدروجين ألفا فلتر، تقوم بالتقاط إشارات الهيدروجين ألفا والتي تكون عادة ضمن نطاق اللون الأحمر وبطول موجي 665 نانومتر، وهو ضمن نطاق الطول الموجي للون الأحمر. النوع الثاني من النارو باند فلتر وهو الأكسجين فلتر، حيث أن الطول الموجي للأكسجين هو بعثات الأكسجين هي 500 نانومتر، وهي تقع بين الضوء الأخضر والأزرق. أما النوع الثالث هو السلفر انبعاثات كبريت، والتي تكون طولها الموجي 672 نانومتر، وهو في ألوان الطيف يكون عند الأحمر الغامق. عندما يقوم فلكيون بتجميع النارو باند فلترز للحصول على الصورة النهائية، هنالك الكثير من الطرق لاختيار أي لون كل فلتر يمثل، ولكن بالإمكان الحصول على صورة قريبة من الألوان الطبيعية للمجرات والسنم، حيث أن لون الهيدروجين هو الأحمر، ويمكن استخدام اللون الأحمر للتعبير عن الهيدروجين. أما بالنسبة للأكسجين فهو يقع بين الأخضر والأزرق، ممكن استخدام اللون الأزرق للتعبير عن الأكسجين. أما بالنسبة للكبريت أو السلفر فهو يقع ضمن النطاق اللون الأحمر الغامق، ويمكن أيضا استخدام اللون الأحمر للتعبير عن الكبريت، ولكن لإضفاء صيغة التمييز بين هذه الانبعاثات الطيفية فيتم اختيار اللون الأخضر للتعبير عن الكبريت، ولكن يمكن استخدام أي لون للتعبير عن أي طيف من هذه الأطياف. بالنظر إلى الصور الفلكية المتعددة الموجودة فهنالك الكثير من أنواع اختيار الألوان بطرق مختلفة للتعبير عن كل نوع من هذه الأطياف. العين المجردة لا تستطيع تمييز أو رصد الكثير من الأطياف الأخرى، مثل الموجات تحت الحمراء، الموجات الميكروية، الموجات فوق البنفسجية، الموجات الأكس راي، الجاما راي. إن نطاق النظر للعين البشرية يستخدمه الإنسان فقط للنظر إلى ما يحتاجه في حياته اليومية، إنما يمكن للعين المجردة من تمييزه من موجات ينحصر عند الضوء المرئي، وهو طيف ضيق جدا من الموجات، وهذه هي الموجات التي يحتاجها الإنسان للنظر إلى مكونات حياته اليومية وقضاء حوائجه. ولكن هنالك الكثير من المتحسسات الأخرى التي يمكنها التقاط موجات فوق البنفسجية، تحت الحمراء، موجات الميكروية، موجات الأكس راي، موجات الجاما راي، وهنالك الكثير من عمليات الرصد والتصوير الفلكي التي تستخدم هذه الطرق للتمييز والحصول على معلومات أكثر وأدق للأجرام السماوية. الأمر المهم الآخر هو تحليل الصور باستخدام البرامج الفلكية. يقوم الراصدون أو المصورون عادة بالتقاط عدة أنواع من الصور. الصور الملونة بأي نوع من أنواع الفلاتر تسمى الصور اللايت أو الصور المنيرة، وهي الصور التي يتم التقاطها باستخدام أي نوع من أنواع الفلاتر أو بدون فلاتر باستخدام الكاميرا، سواء كانت ملونة أو كاميرا أحادية اللون. النوع الثاني من الصور عند تصوير جرم سماوي تسمى الفلات فريم، يقوم المصور بالتقاط هذه الصور بعد تغطية تلسكوب بقماشة بيضاء اللون على تلسكوب، وبعد ذلك يتم توجيه التلسكوب إلى ضوء أبيض. يتم التقاط الصور لهذا الضوء الأبيض، يجب استخدام المدة المناسبة لتعريض متحسس الكاميرا لهذا الضوء الأبيض باستخدام هذه الطريقة، وذلك للقيام بالتقاط صور لأي نوع من الشوائب الموجودة على العدسات أو الفلاتر، ليتم إزالة هذه الشوائب في عمليات التحليل الفوتوغرافي. النوع الثالث من الصور عند التصوير هو ما يسمى بالبايس فريمز، بإزالة الكاميرا من أي عدسة أو تلسكوب ثم تغطية فوهة العدسة كليا للحصول على صورة سوداء اللون. يتم أخذ صورة بصورة سريعة جدا، وذلك للقيام بإزالة أي نوع من تشويش الكهربائي المتحسس الكاميرا. يقوم متحسس الكاميرا عند أخذ الصور، حتى عند أخذ الصور في غرفة مظلمة، بقراءة إشارة كهربائية
موجودة في المتحسس الضوئي والتي قد تشكل تشويش للون الأسود. وعند القيام بأخذ الباياس فريم يقوم المصور بتغطية فوهة الكاميرا أو العدسة كليا وأخذ صورة سريعة، ويتم استخدام هذه الصورة لإزالة أي نوع تشويش ناتج عن متحسس الكاميرا. النوع الرابع من الصور التي يتم استخدامها ما يسمى بالدارك فريم، حيث يتم أخذ صورة لنفس مدة التقاط الصورة للجرم السماوي مثلا 3 دقائق، ويتم أيضا تغطية الكاميرا كليا، ويتم استخدام هذه الصورة للتخلص من ما يسمى بالنقاط الحمراء التي قد تظهر على المتحسس، وأيضا للحصول على لون أسود داكن للتقليل من التشويش في التقاط الصور. يجب أن تكون درجة حرارة الكاميرا عند التقاط الدارك فريمز أو الصور السوداء مشابهة لدرجة الحرارة المستخدمة عند التقاط الصورة للجرم السماوي. في كل هذه الأنواع من الصور، فإن عملية الـ ISO يجب أن تكون متشابها لكل هذه الأنواع من الصور: اللايت فريم، دارك فريم، الفلات فريم، والبايس فريم. يقوم الراصد عادة بأخذ 20 صورة من كل نوع من هذه الصور، الدارك، بايس، والفلات. أما بالنسبة لللايت فريم فممكن أخذ أي عدد ممكن من الصور. ثم يتم تجميع كل هذه الصور باستخدام برامج فلكية. من أسهل برامج فلكية ممكن استخدامها لهذا العملية يسمى Deep Sky Stacker، حيث يتم تحميل كل هذه الصور للديب سكاي ستاكر، ثم يقوم هذا البرنامج بتجميع هذه الصور لإزالة كل الشوائب الناتجة من المتحسس أو من العدسات أو من الفلاتر أو من الريد أوت نويز أو الشوائب الإلكترونية، ويقوم بتسوية اللون الأسود وأيضا بتسوية اللون الأبيض في كل مناطق المتحسس. وهذه العملية تقوم بالتقليل من كل أنواع الشوائب التي ممكن المتحسس الكاميرا أن يلتقطها للحصول على صورة أوضح للجرم السماوي.